حياكم الله أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجولة الخاصة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول: لو أتيحت لك الفرصة لبدء حياتك من جديد، فما الذي ستفعله بشكل مختلف؟ ابقوا أنا أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء. طبعا سؤالك اخي من قناه كربلاء المؤقره، ان شاء الله هذه القناه اللي محروسه باهل البيت عليهم السلام. احنا لو نقول كنا نواجه صعوبات في ذلك الزمن، الان اتيحت لنا الفرصه، هسه الزيارات واحنا باي مكان نزور الائمه دون تقييد، وهي ونبقى احنا ثابتين على ولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب، الصلاه والصوم والحج والزكاه ونهج الثبات على ولايه علي بن ابي طالب. خير اللي عددتهن هي الولايه، ولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وهذه الاضرحه لائمه اهل البيت عليهم السلام. طبعا لو اتيحت لنا الفرصه من جديد لتيسر الحاله الماديه والانفتاح البلد لازددنا من العلم كثيرا ما لم يتح لنا الزمن الماضي والقيود الصارمة التي كانت علينا في الفترة المظلمة، قيدنا قيودا كثيرة بحيث لم نستطع من طلب العلم. لو أتيحت لنا الفرصة لاستكثرنا من العلم ونشره بسبب انفتاح البلد على البلدان الأخرى، وكذلك الانفتاح الإعلام حيث أصبح العالم كقرية صغيرة. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى استوديو البرنامج.